لا ممكن حدا يصدق انه بجامعة دمشق في شيء اسمه عيادات العمل بيقدم دورة هيك 110 ساعة. كنا نتفاجئ انه ب 110 ساعات نحن كانوا 110 ساعات شغل زائد الساعات الباقيين كنا فيهم ثلاثة بني واحد. المركز اللي نحن فيه هو عيادات العمل. ولكن توقعت اسئله بسيطه واسئله ما رح تحدد شيء. انا كنت اشتغل قبل بعدة اماكن، دربت فتره على التصوير، لكن اللي دربت عليهم بدور اكيد شيء بيفرق كثير عن اللي اخذناه، لانه انا قاعدتي المعرفيه عن موضوع التصوير اختلفت كثير عن اول، وكثير كان في عندي افكار خاطئه وافكار قديمه عن التصوير تغيرت كلياتها. قبل انا كنت بصور بس ما كنت بعرف انه التصوير له قواعد وزوايا معينه، من كل واحد اذا اتبع تطلع معه صوره احلى. بس بنفس الوقت انه اكثر شيء علق براسي انه لما الواحد بيلاقي لحظه عفويه بيلاقي فيها صوره حلوه ممكن ينسوا كل شيء تعلمه وياخذها وتطلع معه صوره. التصوير كان بالنسبه لي ما تعلمنا نحن كيف نصور قد ما تعلمنا كيف نفكر لحتى نقدر ناخذ صوره حلوه. الدوره كان شيء كثير مختلف، طريقه التدريس كثير مريحه، لا كثير وقت والتزام، بس بستحق. الدوره كانت صعبه بس الصعوبه بتقرب كمان بانه انت مستمتع، انت عم تشتغل شيء حلو. صح هي 10 ساعات 110 ساعات ثلاث ايام بالاسبوع، بس هي ثلاث ايام بالاسبوع البقايا بتكون عم تشتغل طول اليوم. الحلاوة القصة بصعوبتها، بس صعوبتها انت مستمتع عم تشتغل هذا الشيء، هذا اهم شيء. المونتاج هو اكثر شيء لازم يكون واحد رائع لحتى يقدر يظبطه. المونتاج كثير صعب بس بالنهاية بحس الواحد انه بذل مجهود ولاقى المجهود تبعه. كل يوم بتتعلم شيء جديد، معلومة جديدة، بتطبق شيء جديد بالتصوير بالمونتاج، بتناقش افلام بالسينما، بالسينما بنعرف تقريبا هالفيلم شو فيه، شو حكى، شو نقاط القوة. النصيحة اللي بنصحها اللي جاي بعدي انه ما يكبر الراس، وضل جاهز ومتقبل لانه يتعلم شيء جديد قد ما احد. حبوا بعض واستفيدوا من بعض لانه الطريقه اللي متخيلين فيها انتم اخذ يعني شخصيات مختلفه، وفي حدا مثل الثاني، كل حدا عنده نقطه قوه معينه، استفيدوا من الاشياء. ما يتاخر، ما يهي، اهم شيء ما يهي. اذا غاب ما يقدر حدا يعوضه، يقدر حدا يعوضه، بس مو مثل ما يعني ما حدا بيقدر يعوض لك درس ما عم تاخذه هون للدرس، لانه هون درس ما عم تاخذه ولا حكي ولا حدا عم يشرح لك اياه ولا شو اخذنا، عم تاخذه بجوانب نفسيه امور ثانيه كثير.